سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعتاء الطفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، صلى الله عليه وسلم. توفيق كده، ربنا يكرمنا إن شاء الله ونرجع بميدالية إن شاء الله. مش مشكلة يا شنط لعيبة ورا يا جماعة، شنط لعيبة ورا.